من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت وقنا ربنا شر ما قضيت اللهم لك الحمد ولك الشكر فأنت أهل أن تحمد وأنت أهل أن تشكر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في أسماعنا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام اللهم عفنا من حمى الكورونا اللهم عفنا بمنك وبفضلك وبقدرتك من حمى الكورونا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزنا والربا والزلازل والخصف والمسخ والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في أسماعنا يا قوي يا عزيز اللهم لا تهلكنا بعذابك اللهم لا تهلكنا بعذابك اللهم لا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك وعافنا قبل ذلك وعافنا قبل ذلك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أعذنا من حمى الكورونا اللهم أعذنا اللهم أعذنا اللهم أعذنا من سارة الحمى اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم ارحمنا ولا ترحم علينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.